قضية الحرص على الصف الأول. يعني الصف الأول فيه فضل عظيم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني الناس لو كانوا سيتزاحمون على الصف الأول، فإذا ضاق بهم ولم يجدوا إلا بالقرعة لأجروا القرعة، كل واحد يريد أن يتقدم على الآخر في الصف الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال: تقدموا فاقتدوا بي ثم يقتدي بكم الذين يلونكم أو الذين من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا وعيد شديد، تعمر التأخر، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. فلذلك نحرص على الصف الأول، نحرص على الصف الأول. بعض الناس يكون في فراغ في الصف الأول، تقول له يعني تدعوه إلى أن يسد الفرقة وهو يتأخر في ذلك. وبعض الناس كما قلت لا ينتبه لهذه القضية، يعني لو يعلم بذلك لكن ما يتفاعل مع هذه المسألة، قضية الصف الأول وأنا مطالب بأن أصلي في الصف الأول. لذلك أيها المسلم إذا دخلت إلى المسجد فاحرص على الصف الأول، لا تفوت فضل الصف الأول ما استطعت. فإن لم يتيسر لك الأول فالثاني، فإن لم يتيسر لك الثاني فالثالث، في كل الصلوات. وهذا كثيرا ما يحدث في صلاة الجمعة، بعض الناس يبكرون ويأتون إلى أين تجدوا؟ تجدوا على الجدار الشرقي آخر صف، أو يصف في صفوف متأخرة وأمامه صفوف كثيرة. لا، السنة أنك عندما تدخل المسجد أن تتقدم إلى أقصى نقطة تستطيع أن تصل إليها. استطعت تصل إلى الصف الأول من غير مضارة لأحد، صلي في الصف الأول. ما استطعت في الصف الثاني، ما استطعت في الثالث، وهكذا. هذا هو يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه له وأن يحرص عليه في أمر الصلاة.